يقول السائل: شخص قتل رجلا بسيارة ثم مات ولم يصم 60 يوما، فهل يجوز لزوجته أو والدته الصيام عنه؟ نعم، إذا مات وعليه كفارة قتل، فإن كان له تركة يؤخذ من تركته ما يعتق به رقبة، إن وجدت الرقبة، فإن لم توجد فيصام عنه، يصوم عنه أقاربه أو أحد من المسلمين، إذا صام عنه فإن ذلك ينفعه بإذن الله. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا من باب الاستحباب. نعم.